قسم الأطفال في علاج طبيعي، والقسم ده هتشوف فيه العجب. ليه هتشوف فيه العجب؟ هتعرفها شوية قدام. والقسم ده أكتر قسم إنساني، هو قمة الإنسانية في أي مجال طبي. هتعرف ليه؟ خلينا نتكلم عن القسم ده في 3 نقط زي ما متعودين، في قسم العظام وقسم الأعصاب. أنت هتدرس إيه في القسم ده؟ دورك عامل إزاي في القسم ده؟ ومستقبلك هيكون إيه لو حبيت تتخصص في القسم ده بس؟ خلينا نخش على التفاصيل دي واحدة واحدة. هتدرس إيه في القسم ده؟ في القسم ده انت هتاخد مواد من بشري زي ما بتاخدها في حكايه العظام وحكايه الاعصاب. هتدرس كل امراض الاطفال لكن بشكل مش مفصل، لكن هترجع تدرس امراض الاطفال العصبيه بشكل مفصل جدا جدا جدا. يكاد يكون انت ما فيش مرض عصبي هيأثر على الطفل الا ولازم تدرسه بشيء من التفصيل. وكمان بتدرس جراحات الاطفال، بالاخص جراحات الاورام اللي بتاثر على المخ والحبل الشوكي في الاطفال. تيجي بقى تدرس نفس المواد دي تاني بس في علاج طبيعي، وهتضيف عليها جزء التاهيل. مش التاهيل بس، انت بتدرس في علاج طبيعي التطور الحركي للطفل بشكل مفصل 100%، بدايه من الطفل يكون جنين جوه بطن الام لحد ما يوصل سنه 18 سنه. لازم تعرف كل حاجه بتحصل امتى والتوقيت بتاعها كمان. يعني مثلا ده على سبيل المثال مش حاجه محضرها بالظبط، طفل على شهر رابع المفروض يكون بيقدر يقعد. ده مثال عشان ما حدش يعيب على الفيديو ويقول ان هو بيقول معلومه غلط. المفروض انت تكون عارف المعلومات دي بما انك هتخصص مثلا في قسم الاطفال. لو لقيت ان الطفل ده مش متطور بالشكل الطبيعي بتاعه يبقى تعرف ان في مشكله مع الطفل ده. وهتدرس امراض الاعصاب للاطفال بشكل مفصل، هو يكاد يكون قسم اعصاب لكن مختص بحالات الاطفال فقط، يعني زي الاعصاب بس ده اخص صغير. كمان هتدرس الامراض الجينيه والحالات الغريبه اللي بتحصل في الاطفال، وكمان بتعرف الريفلكسات، ودي عباره عن رد فعل بيحصل للطفل في مستوى معين من مستويات العمر. يعني مثلا على الشهر الاول المفروض في حاجه اسمها ريفلكس، والريفلكس ده هو رد الفعل، ان انت مثلا لو هرشت كده لبق الطفل على جنب يمين او شمال المفروض طبيعي ان يلوح راسه وبقه ناحيه الحركه اللي عملتها على خده دي. لو ما روحش راسه نتيجة لهذا الخدش اللي انت عملته اعرف ان في مشكلة ممكن تكون في المخيخ او في السباينال كورد او في البرين ستيم. عامة ده دليل ان الريفلكس ده مش شغال، او انه انتهى في وقت مش مكانه، او انه طول لوقت مش مفروض يبقى موجود فيه. يعني مثلا الريفلكس ده ينتهي عند الشهر الثاني، ده مثلا مش حاجة دقيقة 100%، لكن لو لقيته مكمل معاك للشهر العاشر لا الطفل ده فيه مشكلة في التطور الحركي بتاعه ولازم ناخد بالنا ونبدأ نكشف كويس. طيب السؤال الثاني، دورك ايه في القسم ده؟ شوف يا دكتور، الطفل اهله اول ما بيلاحظوا ان في حاجه مش طبيعيه في الطفل ده بيبداوا ياخدوه ويدوروا عليه لحد ما يوصلوا لدكتور مخ والاعصاب او جراحه المخ والاعصاب. يبدا يتشخص الطفل ده على انه عنده مشكله عصبيه ما، زي الضمور في المخ او ضعف في القشره البيضاء او كهرباء زايده او ضمور في العضلات او اي مشكله عصبيه، المهم ادت في النهايه لتاثيرها على الجهاز العصبي الحركي. يقوم جاي لك الطفل ده بالتشخيص بتاعه، انت تقوم مشخص من جديد على التشخيص اللي موجود عندك، لكن تشخيصك بيكون اشمل وادق في حته الجهاز العصبي الحركي. يعني خلاص الطفل ده عنده ضمور في المخ، خلاص اثبتت الاشعه والتحاليل انه عنده ضمور في المخ، هتبدا تشوف الضمور في المخ ده عمل ايه في الجهاز العصبي الحركي. هل هو عمل شلل رباعي، عمل شلل نصفي، عمل تاثير على الرجلين بس، هل هو اثر على عضلات خلى فيها حيز سبستيستي، يعني العضلات شده زياده عن اللزوم، والدرجه كام وصل لها الشد ده، وينهى عضلات بالظبط، هل الطفل ده هيحتاج جبيرة، هل يحتاج يتحقن ببوتكس ولا لا. كلها حاجات انت لازم تكون بتفصص الطفل حرفيا من اول راسه لحد رجله، وكمان بتعرف التطور الحركي بتاعه في المستوى الكام. يعني هو جاي لك طفل مثلا عنده 18 شهر، انت وبتقيمه او بتكشف على الطفل ده لقيت ان التطور الحركي بتاعه واقف عند الشهر الثاني من العمر، يعني في فاصل زمني حوالي 16 شهر الطفل ده ما جابهمش. المفروض انت بعد ما اكتشفت وعرفت العضلات الشاده والشكل اللي اثرت على الاطراف وانهي طرف فيه الشلل او انهي طرف فيه الشد زياده عن اللزوم وتطور العمر للطفل ده، تبدا تمسك الطفل لتخليه يوصل من الشهر الثاني للتطور اللي اتاخر فيه لحد سن 18 شهر. انت لازم ده توصل بيه للطفل لحد ما توصل بالطفل باي طريقه ممكنه من طرق العلاج اللي هتعرفها خلال القسم ده انه يمشي طبيعي او يمشي باسيستيف ديفايس اللي هو جهاز مساعد انه يمشي شبه طبيعي. وخلي في بالك ان العلاج الطبيعي للاطفال ده اطول علاج ممكن تشوفه في حياتك. الطفل ممكن ياخد معاك شهور بل ممكن تشوفه لمده سنين على ما بال الطفل ده يوصل لشيء مرضي او شيء طبيعي بالنسبه لاقرانه من الاطفال. وبالنسبه اللي قلت لك في بدايه الفيديو ان ده قسم العجب، حرفيا انت الاطفال او حالات الاطفال هتشوف فيها انظر الحالات. يعني ممكن تشوف طفل رخو الشكل، رخو خالص زي الجيني كده، وفي اطفال ليها امراض جينيه مختلفه ونادره بتشوفها في قسم الاطفال بس.
مش ممكن تشوفها في اقسام الاعصاب التانية غير في الاطفال. لكن بجانب كده القسم ده اكتر قسم انساني في المجالات الطبية كلها، لانك بالكاد تتعامل مع كائن يكاد يكون اخرس مش عارف يعبر عن الالم بتاعه. ممكن في اطفال بتيجي عمية وخرصة وانت مش عارف اصلا هي بتتوجع ولا بتتالم ولا ايه المشكلة بالظبط في جسمها، يعني مفيش اي منطق ممكن تعرفه من خلال الطفل ده، يا دوب كائن جاي لك عاجز ما عارفش تتعامل معاه غير على المستوى اللي انت شايفه. عشان كده هو تخصص انساني من الدرجه الاولى. طيب تيجي للسؤال الثالث، انت مستقبلك في القسم ده عباره عن ايه؟ بص يا دكتور، القسم ده ان نويت تتخصص فيه فهو ده اكتر قسم فيه شغل. ليه بقى؟ لان الطفل عندك انت مش بتشوفه مره واحده في الاسبوع ولا مرتين ولا جلسه بتاعته ربع ساعه، لا ده انت ممكن تشوف الطفل ده شهور بل سنين، وكمان الجلسه بتاعت الطفل ما بتبقاش 10 دقائق، بتبقى ساعه وممكن ساعتين وممكن 3 ساعات في اليوم. ده كده جلسه واحده ممكن يجي لك كل يوم كمان ب3 ساعات في اليوم. ده حرفيا اول ما هتتخرج هتلاقي ان الشغل ده متوفر عندك 100%. ولو حبيت تفتح مركز خاص بيك بعد مرور الوقت هتدور على ناس تشتغل معاك تساعدك في شغل الاطفال من كتر الاطفال اللي ممكن تيجي عندك في العياده. فلازم برضو زي ما قلت لك كده احذرك ان شغل الاطفال في علاج طبيعي ده اصعب قسم في علاج طبيعي كله، حرفيا اصعب شغل. بس كده دي كل التفاصيل عن قسم الاطفال. لو حبيت تخش علاج طبيعي او عندك انك تخش علاج طبيعي يبقى تشوف باقي الفيديوهات اللي هتظهر لك هنا دي فيها كلام بالتفصيل عن باقي الاقسام، تعرف ايه مستقبلك وايه التخصصات اللي ممكن تاخدها في الاقسام دي. اشوفكم فيديو جديد، سلام.